كابتن عادل الف مبروك، فوز غالي. يعني الجميل انك هتقفل صفحه وانت مرتاح، يعني صحيح. انت هتقفل صفحه مؤقته لكاس العالم. انا عارف دلوقتي ان هم هيريحوا، لازم هياخدوا راحه يوم ولا حاجه ولا يومين للفرقه كلها، وبعدين يبدا بقى رحله ال يوم 29 ان شاء الله. يوم 29 وبعدين يدخل على كاس العالم للانديه. انت ارتحت بلعيبه كتيره، عملت تنافس جيد، عندك اكتر من لاعب بيلعب جوكر. يمكن الكابتن علاء الكلمه مهمه عايز اتكلم عليها، اللي هي بتاعت انك تجيب لعيب من بره بيلعب جوكر. اضيف كمان مع الكابتن علاء اقول ايه، انه الانديه الكبيره غير الانديه الصغيره. الانديه الكبيره انديه مش لازم يجيبوا لعيب بلعيب، ومش لازم يجيب لعيب في الانتقالات الشتويه يلعب كاساسي. خلي بالك من دي عشان بس الناس تبقى فاهمه، لانه ده نادي كبير عنده نجوم كتير. اللي بيجيب لعيب في الشتويه وبيلعبه اساسي ده بيبقى الراجل يعني ما عندوش نجوم كتير، رغم ان ممكن فرقه كبيره تجيب لعيب، بس تجيب لعيب سوبر. ايوه، اللي هو اللعيب اللي يعني مثلا حد تقيل قوي هيجي يلعب، هو اللي هيجي يلعب. لكن في الانديه في الكره المصريه لحد ما مفيش لعيب من بره يقدر تقول عليه انه يجي يلعب. انا بكلمك من الدوري المحلي، انه يجي يلعب اساسي في النادي الاهلي عن اللعيبه دي، لان احنا شايفين معظم اللعيبه شبه بعض. يعني معظم اللعيبه في مصر شبه بعض، تقدر تتكلم على انك انت عملت صفقه كويسه، جبت لعيب بيلعب جوكر، وكمان المدرب بدا يعني يشغله في اكتر من مكان بيثق فيه، لانه عنده عناصر اللعبه. خالد عنده عناصر اللعب، عنده السرعه، عنده قوه، عنده فكر. يعني بس بتبقى مستغربه شويه مثلا ان هو يعني مثلا خالد مركزه الاصلي رايت باك او ظهير ايمن، تمام، ويلعب سيرد باك. الماتش اللي فات كان مجازفه من مستر كولر وانه واثق فيه، لعبه في القلب. النهارده الشوط الثاني لجأ ان هو يلعبه ناحيه الشمال، تمام، مع ان هو يعني في القلب او ناحيه الشمال. عارف ايمن ما لعبهاش كتير. لو حضر الكولر يا عادل مش الزمالك، كان لاعب محمد هاني المساك جوه، مظبوط، لان محمد هاني لعب في المكان ده كتير. مزبوط. كلنا قلنا كده. الحته دي بقى يا كابتن نركز بقى في ثانيه واحده، ان انت بتتكلم على اللعيب انت جايبه ممكن تلعبه في المكان ده والمكان ده. هو ارض الملعب كله ايه؟ انت دلوقتي مركز الكوره ايه؟ انت بتلعب كلها سمول جيم، يعني انت بتلعب في حته، في منطقه صغيره. يعني انت مش لازم عندك، طالما عندك سرعه وعندك فكر تقدر ومهاره نسبيه تقدر تلعب في اي مكان في الملعب. دي مهمه جدا، لانه بس عايز اقول لك حاجه. لا هقول لكم يعني ليه، هقول لكم اقنعكم. انت قلت اهم حاجه اللاعب اللي عنده سرعه طبعا وفكر يقدر يعني. طب استنى اقول لكم حاجه. انا بلعب باك رايت، لحظه، انا بلعب باك رايت، ماشي، قمت رايح ودخلت على سيرد باك علشان التغطيه العكسيه، في اللحظه دي انا ايه؟ ماشي، بس مش طول الماتش. خليني اقول لك. لا بس خليني اقول لك، انت في لعبه. طب خليني اكمل بس وجهه نظر يا كابتن وشوف. ماشي، بدخل سيرد باك، ماشي، صح، ده في كوره. الكوره اللي بعديها ببقى هاف رايت علشان بروح بشوف. الكوره اللي بعديها ببقى طرف يمين عشان اعمل الكروس. لحظه، الكوره اللي بعديها ممكن اشق من القلب ابقى نص ملعب. كره القدم في الوقت الحالي ما بقتش زي زمان المركزيه، انك انت تتمركز وتتقوقع في مكانك. بس في مراكز مراكز، صح. بس